السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين، معكم صالح أوبلز. طبعا قبل يومين نزل تحديث البلاك أوبس، التحديث هذا يعني فيه إضافات جديدة للمالتي بلاير، فيه إضافات للزومبي يعني زي الماباك وزي المود، تقريبا في مود جديد للزومبي نزلوه أو نزلوه على الإكس بوكس حاليا، لكن إن شاء الله قريب بيكون على السوني. وفي تحديثات يعني تحديثات عادية زي ما أنتم شايفين تحت عندي إنستكل ثنتين، واحدة لونها أحمر والثانية لونها أبيض، الإنستكل عادية. طبعا اللي لونها احمر هذه تسمى ابجريد انستكل او الانستكل مطوره. ففي المقطع هذا بحاول اني اوضح لكم الطريقه اللي هي كيف تخلي الانستكل عندك مطوره. طبعا اذا لعبت جيم ترانزيت عادي وقتلت زومبي يطلع لك انستكل، خذ الانستكل هذه بدون ما تقتل ولا زومبي، يعني خلي الانستكل هذه تروح منك، هي مدتها تقريبا 30 ثانيه، خلها تروح منك او تنتهي ال 30 ثانيه هذه بدون ما تلمس او تقتل ولا زومبي. فاول ما تسوي الحركه هذه بيجي زي الشعاع الاخضر كذا في وجهك، يعني اذا طلع لك الشيء هذا اعرف ان الانستكل عندك تطورت. واذا اخذت الانستكل مره ثانيه بتكون الانستكل هذه الحمراء عندك. طبعا الحمراء مدتها 15 ثانيه بس، ما هي زي البيضه العاديه. البيضه مدتها 30 ثانيه والحمراء تقريبا 15 ثانيه. بمجرد ما انك تلمس الزومبي بيموتون، ويعني في الامه بدون ما تطلق، بدون ما تطعن، بدون ما تسوي ولا شيء، بس صدمهم كذا وروح الشنب. طيب نجي للشغله الثانيه اللي هي كيف تبدا من راوند واحد معاك جاجر. الجاجر مو هو بجاجر فعلي، لكن جاجر زي ما يقولون جاجر مساعده بس، يعني تقريبا يلمسك الزومبي من لمسه، من ثلاث لمسات الى اربع لمسات بدون ما تطيح او ما يعني تتاثر بس ما تطيح. الطريقه بسيطه جدا، اول ما تبدا يعني ترانزيت عادي من راوند واحد، الزومبي هذول اللي تشوفهم قدامك يكونون نايمين زي كذا، خلوا واحد منهم يلمسك لمستين وتطيح. اول ما تطيح بتشوف زي الشعاع الاخضر كذا، فهذا يدل انك طورت البيرك هذا اللي هو جاجر، او اذا بديت يعني جيم ثاني بتحصل ان الجاجر موجود معك. ابدا راوند ثاني او ابدا جيم ثاني وخلي الزومبي يلمسك اكثر من مره، بتلاحظ انه يعني من ثلاث الى اربع لمسات وما طحت، فهذا يدل انك يعني طورت البيرك هذا. نجي للشغله الثانيه او المود اللي اضافوه للزومبي. طبعا المود اللي هو اسمه تيرد مود، المتحول تقريبا بالعربي اسمه زي كذا، المود يعني خنفشاري بالعربي. تلعب انت واربع من اخوياك في الدايننج هذه او المحطه الثانيه في ترانزيت، تكون كلكم زومبي. اللي ياخذ هذه العلبه حقه البيرك اللي قبل شيء ما اخذها يكون هو الانسان. طبعا يكون مع سلاح فرد، وتبدون انتم الزومبي تهاجمونه، اللي يقتله من الزومبي يتحول انسان. يعني مثلا انت قتلت الانسان هذا تصير انت انسان وهو يرجع زومبي، يعني لعبه يعني حماس بالعربي، هذا اكثر شيء تقدر تقول عنها. يعني هذا توضيح بسيط للعبة هذه أو المود هذا اللي أضافه جديد. إن شاء الله المقطع كان مفيد لكم، إن شاء الله أنكم استمتعتوا في المقطع هذا. واللي لاحظ أن صوتي متغير لأن صراحة شريت مايك جديد، واكتبوا لي تحت في التعليقات يعني اللي لاحظ أن صوتي متغير وحسسوني أني شاري مايك. طبعا هذا اللي كان عندي اليوم، واعذروني اذا كان في اي اخطاء في التسجيل، لان صراحه الاعدادات حقت المايك الى الحين ما عرفت لها، يعني صعب شوي المايك وزي كذا. لا تنسون تضيفوا المقطع المفضل وتحطون لايك، واللي مو مشترك في القناه يا ليت يشترك. كان معكم اخوكم صالح، يعطيكم الف الف عافيه.